قالت عندي صاحبي وكنت متهنية معاه ومحليه معايا، يودني باللي يقدر هكا هكا بيا. كان ناوي يخطبني، ما انا قالت خدمت مخي ومشيت، عملت عملة خايبة على الاخر، وهاني توا قاعدة نخلص فيها. المهم العملة اللي عملتها انا قالت انه انا مشيت تعرفت حد اخر على الفيسبوك، راجل كبير شوي في العمر من نفس الفئة العربية متاعنا، واخذته ومشيت معاه للخارج. قالت نهار تصديق متاعي الساعة في البلاد، صاحبي مسكين هزوه للسبيطار من الصدمة. علاش؟ على خاطر كان بنيته معايا. النية متاعو هو دقتني انا وعملت فيا ما يتعملش. الراجل جابني همني للشر. الخبزة نقسمها انا وياه، ويقول لي اسمع فطورك هاي كنص الخبزة، اما عشاك دبر راسك اعمل اي حاجة كلها وحدك، جيب القضية هات الفلوس هات كذا. ما عنديش ديما ما عنديش، خل نخرج نمشي نخدم. قلنا الخدمة ما تمش من غير ما تكسر راسك وتبقى تلوج على خاطر ماكش باش تخدم وماكش باش تبدل روحك في حتى مجال، على خاطر ماكش تحكي نفس اللغة اللي يحكوا بها العباد هوني. هي ما زعمت لي شيء وين الحقيقة، قالت في الغربة وكهو. المهم قالت انا توا حايرة كيفاش نجم نعمل. مع العلم امي واخواتي اتصدموا فيا وقت اللي شافوني اخر مرة نقصت 10 كيلو في شهرين من الشر اللي مخليني فيها الراجل، وقريدة معايا كعبة حلوة ما يجيبش هيلي. قالت نص الندوخ من اللي تحلي سكر. سرقته مرة 20 أورو في قبية، صوتني عليها وقال لي توا ترجع هيلي. وقتها انا صرفت منها كان 2 أورو، خذيت بهم كعبة جاتو اشتيتها من مجازا مش حتى من البولونجري، و شادها لي لتوا الديورو هذيك. كيفاش انا ما رجعتش له، ومن وقتها سميني السارقة. و انا اضطريت الحقيقة اني ناخذه، مش في بالي باش نحسن ظروفي، مش في بالي باش نطير بروحي ودارنا شوية على خاطر الزوي ولا على الاخر. اذا بيا انا دقني اللي كنت معاه ان شاء الله يسامحني. وذاك هو قل لك يا بنات عمي ربي معاك. انا الحكاية هذية هي اللي قاعدة نحكي فيها نهارات، نتاع تاخذ سرج المشحاح ما يهزكش طمع وتجي ومن بعديك توحل في هم كبير كيف الهم هذي اللي انت فيه، ربي يفرج عليك. يعني حسن من روحك شوية كان نجمت معاه ويجيه من تحت لتحت، وإلا كان ما عندكش منه صغار طلق الكازي، وكان عندك ورقاتك وأمورك واضحة تا 5 ولا 10 سنين هاكا عاود حياتك، وكان ما عندكش وإلا عندك متاع العام كمل معاه وشوف كيفاش تاخد 5 سنين ولا 10 سنين بعد قولوا باي باي. تم عباد هكا يعني يلزمهم يعيشوا وحدهم باش يعرفوا قيمة النعمة اللي هما فيها.